بارك فيك يا ايمن. يعني نتيجه كبيره واداء رائع الشوط الثاني وثلاث اهداف حلوين قوي. مبروك لمجلس اداره الاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك للجهاز الفني واللاعبين. ال 25 او 30 دقيقه اللي بعد ال 10 دقائق من الشوط الثاني مختلفين مختلفين تماما على كل احداث المباراه، من حيث التنظيم الجيد في النواحي الدفاعية، من حيث الهجمات السريعة المرتدة في أوقات معينة أو منظمة في وقت معين. الجون الجميل جدا الأولاني، التمريرة بتاعت حسين الشحات لحمدي فتحي، تحرك هايل، ثم كرة عرضية بدماغه لكهربا اللي جاي فاضي جاب الهدف الأولاني. من الدقيقة دي اللي هي الدقيقة 60 لغاية نهاية المباراة، النادي الأهلي أو قبلها بخمس دقايق، النادي الأهلي عمل 35 دقيقة هائلة جدا، وقدر يجيب هدفين رائعين بعد كده لمحمد شريف، وخاصة الهدف الثالث. ومحمد شريف يعني كتير جدا أنا كنت بدافع عنه في أوقات هو كان حالته مش موفق فيها وكان في انتقادات كتيرة، لكن انا قلت قبل كده وما زلت مصمم انه محمد شريف لو رجع الثقه بنفسه، لان هو كان فقد ثقته بنفسه كتير جدا. يعني القرار بتاع الجون الثالث ده اللي هو شاطها بالشمال عملها كتير جدا لما كانت حالته كويسه وكانت بتيجي، لما الامور عقدت معاه ويعني نفسيا كان مهزوز شويه كانت يجي يلعبها تقلش منه وتعدي من تحت رجله، لكن ثقته بالجون الاولاني اللي جابه خليته يعمل الكرة التانية بشكل حلو جدا، جون رائع. فمبروك ثلاث أهداف جمال جدا، ويعني نتيجة هيفي سكور، فمبروك تاني، ويعني مزيد من الانتصارات إن شاء الله. ومبسوط لجماهير النادي الأهلي اللي أكيد النهاردة في كل مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي هيبقوا في يعني في قمة سعادتهم بالثلاث أهداف الجمال والأداء المشرف في الشوط الثاني.